بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لأن هذه الجلسة تاريخية، آليت على نفسي إلا أن أكتب ورقات حتى تبقى مدونة وثائقية. فأقول: فالحديث عن أستاذنا الدكتور سعيد عدنان المحنة طويل، فهو مثقف كبير وسارية مضيئة في ثقافة العراق فكراً وأدباً وفلسفة نقدية. ولأن هذا التقديم وثيقة تاريخية، أقول لكم وللسامعين: مذ أن تعرفت عليه في أواسط الثمانينات، وأنا أشعر بوقع كلماته مغمسة بنجيع وجداني، فقد رافقته زمناً فأفدت منه. أولاً بوصفه أستاذاً ومعلماً وأديباً بارعاً، علمني التريث في الكتابة واختيار الكلام بمداياته التعبيرية، بمعنى أن صيرورة الفعل الإبداعي عنده تنبئ عن تأمل فكري أولاً، لذلك يحضر التأني دوماً في سلوكه الثقافي، وهذه الحال ترافقه متكلماً كان أو كاتباً، فلا ينفلت الكلام من كماشة تصوره أو كماشة تصوره إلا في موضعه الذي يستحقه. فأفصحت طريقة القول كلاماً أو تسطيراً كتابياً عنده عن رؤية عميقة تتأسس على أسلوب خاص به تعضده مصادر ثقافته، يكاد أن يتفرد به، لذلك هو يصنع بعداً تواصلياً مقنعاً مع المتلقي. درسني في الماجستير والدكتوراه، فعلمني كيف يحضر الأستاذ في وعي تلميذه، فحضر الدكتور في ذهن كل من تتلمذ على يديه، لأن تواصله مع الآخر يضم في أطوائه طاقة تعبيرية تحقق التفاعل الثقافي بين التلميذ وأستاذه، لذلك تجلت الصلة متينة بينه وبين تلاميذه وقرائه. ففي محاضراته يحقق استجابة وجدانية تقرب الفكرة إلى سامعه، لأنه يمتلك معرفة يوظفها في سياقات كلامه، فبات قمة نقدية ومعرفية في الأكاديمية. علمني أن الكلام أو النص وثيقة لسانية تنبئ عن مزايا المتكلم، فأرشدني إلى الهروب من سطوة الانفعال في الممارسة النقدية والحوار، حتى تتماسك علاقات التعبير ويسمو الكلام بحضور طاقات إيحائية وفنية مختلفة تظهر بمجموعها رؤية المتكلم فكرياً وثقافياً، وهي تصور نفسيته وتعطي ملامح تجربته الثقافية ووظيفته الإقناعية معاً. علمني أن الكلام أو النص يكتسب ميزة التأثير أكثر فأكثر كلما ازداد التفاعل بين طبيعة الحياة وشعور المتكلم بما يحيط به، أي مراعاة حال المخاطب، فلا يصير الكلام بمجموعه رد فعل مفاجئ على موقف معين، لأن المتكلم
سيضيع في ضبابية كلامه ويفقد وظيفة الإقناع. وفي تدريسه لي تعلمت منه أن التجربة الإبداعية تحمل ثقافة المتكلم وموهبته معا، وأن التمايز بين المبدعين يكون بحسب أدائهم الخاص الذي تغذيه الفنية. وما الإبداع الشعري في رأيه إلا بناء يقوم على فرادة تعبير ودهشة صورة يؤديها الشاعر بسياقات كلامية مرتوية بالشعرية ومصوغة بأداء فني مؤثر. ثانياً، رافقته إدارياً، كنت مقرراً له في قسم اللغة العربية للبنات، فانعكس ذلك على عمل الإداري لاحقاً. ففي عمل الإداري معه سنحت لي الفرصة أن ألتقي بقامات علمية كبيرة وهم يحاضرون في الدراسات العليا، مثل الأستاذ الدكتور علي جواد الطاهر، والأستاذ الدكتور ناد غزوان، والأستاذ الدكتور نعمة رحيم العزاوي، والأستاذ الدكتور عدنان عبيد العلي رحمهم الله، والأستاذ الدكتور عدنان العوادي له العمر المديد، وآخرين. أما في جهده العلمي فأقول أستاذي الفاضل سعيد عدنان ألف وكتب البحث العلمي والنقد والمقالة، وأعده رائدها في العراق اليوم. ففي تجربته النقدية والنثرية ثقافة عالية، إذ غلبت على كتاباته المعرفتان الأفقية والعمودية، وهما سلاحا الناقد والباحث العلمي، فضلاً عن مراعاة الخصائص النفسية والاجتماعية، وهو يحاور ما يبتغيه وما يريد إثباته بتعبير فني سليم ومنهج علمي رصين. ولأنه يريد الوظيفة الإفهامية للسامع، فقد عول كثيراً في خطابه النقدي على الخطاب المصحوب بالتحليل والتعليل وربط الأسباب بالمسببات، ومن ثم حضرت الوظيفة الإقناعية في مقالاته المتنوعة، وحضر السرد والوصف، فانتخب العبارات المتوافقة ثقافياً واجتماعياً مع الموضوع والفن كي يوصل غاياته الفكرية إلى المتلقي. وأخيراً، ينماز أستاذي ومعلمي وشيخ الأستاذ الدكتور سعيد عدنان بخلق عالٍ وأدب رفيع، فهو طيب السريرة نقيها، دافئ العشرة وفي لها، ينشد الصدق الفني في أعماله، ويراعي القيم والذمم في أفعاله، متمسك بقيم الفضيلة ومشاربها، عاشق للكلمة الطيبة ومساربها. هكذا قرأت شخصيته، فكان سبباً في نقلي من التعليم إلى الجامعة عام 1998، وقدم لي مقدمة في ديواني ما دونته نور على خد العذراء 2007. سنستمع معا اليوم إلى محاضرته فن السيرة الذاتية، نشأته وتطوره. أسأل الله أن يمن عليه بالصحة والعافية، فليتفضل. طاب مساءكم، وشكرا جزيلا لكم جميعا الدكتور صباح على مقدمته الجميلة حقيقة، التي هي أكثر مما أنا عليه. موضوع المحاضرة هو فن السيرة الذاتية، نشأته وتطوره. والسيرة الذاتية
المرادة هنا هي جنس أدبي، وينبغي أن نفرق بينها وبين ما يكتب للتاريخ. ينبغي أن نفرق بين السيرة الذاتية وبين ما يكتبه السياسيون أو الإداريون عن تجاربهم وعن ذكرياتهم. هذه المذكرات هذه المذكرات أو الذكريات هي أشياء من التاريخ وليست شيئاً من الأدب الصرف. فما الذي يجعل السيرة الذاتية أدباً؟ ما الذي يجعلها فناً؟ جملة أشياء تجعل من السيرة الذاتية فناً أدباً. أولها البناء، لا بد أن تبنى السيرة الذاتية على هيئة مخصوصة، أي أن تتخذ شكلا. والأدب يختلف عن غيره من ضروب القول بالشكل، لا بد للأدب من شكل، من قالب يأتي عليه لكي يكون أدبا. فالسيرة الذاتية ينبغي أن تتخذ بناء يقوم على التدرج من النشأة والطفولة إلى ما يأتي بعدها. الأمر الآخر الذي يأتي بعد البناء هو الصدق، أن تكون السيرة صادقة على قدر ما يستطيع الكاتب أن يكون صادقا، أي أن يصور ما وقع له، يصور أن يصور ما جرت به حياته في ظاهرها وفي باطنها. وإذا كان التاريخ يقف عند الظاهر من الحوادث، فإن الأديب الكاتب ينبغي أن يسبر أغوار النفس وأن يكون صادقاً في سبره هذا. إذن عندنا البناء، وعندنا الصدق، وعندنا أيضا الخيال. فلا بد للسيرة الذاتية من خيال، ولكن هذا الخيال مقيد بالوقائع. الروائي ينشئ عالمه وهو حر، يخلق من الشخصيات والأحداث ما يشاء. أما كاتب السيرة فلا يخلق ما يشاء، وإنما يصور وقائع حياته. والخيال، قوة الخيال هي التي تساعده على استعادة الماضي. ومع الخيال لا بد من الفكرة الجامعة التي تكون محور هذه السيرة الذاتية، التي تعطي للسيرة الذاتية معناها ومغزاها أيضا.
يكتب السياسي تجاربه وذكرياته، وليس شرطا أن تكون هناك فكرة جامعة وراء ما يكتب. أما صاحب السيرة الذاتية فلا بد له من أن يبني سيرته على فكرة جامعة تهب السيرة المعنى والمغزى معا. هذه الأشياء كلها ينبغي أن تكتب بلغة رفيعة، لا تكتفي بالفصاحة وإنما تتعداها إلى البلاغة، أن يكتب بلغة عربية فصيحة بليغة مؤثرة في المتلقي. يستطيع السياسي أن يكتب تجاربه بلغة يومية متداولة، أما صاحب السيرة الذي يريد لسيرته البقاء فلا بد أن يكتبها بلغة عالية. وعنصر أخير هو العنصر التراجيدي، فليس كل حياة يمكن أن تكتب وتوضع على الورق، لا بد من عنصر تراجيدي في هذه الحياة يعطيها معناها. فالحياة الهادئة المسالمة الطيبة لا تصنع سيرة ذاتية، أما الحياة التي تنطوي على عنصر تراجيدي فهي المؤهلة لأن تصاغ بسيرة ذاتية. هذه العناصر الخمسة لا بد أن تتوفر في النص المكتوب لكي يكون جنسا أدبيا مستقلا قائما بنفسه ندعوه السيرة الذاتية. أما متى نشأت هذه السيرة الذاتية؟ نشأت السيرة الذاتية في القرن الخامس الميلادي بكتاب اعترافات القديس أغسطين. والقديس أغسطين هو من آباء الكنيسة المسيحية المؤسسين، بدأ حياته غارقاً في الإثم، أبوه كان وثنياً وأمه مسيحية، وانصرف في بدء حياته إلى ملذات الحياة مغرقاً فيها، وكانت أمه ترجوه أن يكفكف من غلوائه وأن ينظر إلى المسيحية. بعد زمن أدركته الرحمة فدخل المسيحية وتعمقها وأصبح من فقهائها من علمائها المؤسسين، وكتب كتابه اعترافات القديس أغسطين، وهو أول سيرة ذاتية
تنطبق عليها شروط السيرة الذاتية. تعمق القديس أغسطين نفسه وكان صريحاً معها، وملأ كتابه باعترافاته. وينبغي أن نلاحظ أن الاعتراف هو جزء من الديانة المسيحية، لأن الديانة المسيحية تدعو أتباعها أن يتخففوا من آثامهم بالاعتراف. هل وجدت عندنا في أدبنا العربي القديم سير ذاتية؟ عرف العرب فن التراجم، أي أن يكتب الكاتب المؤرخ الترجمة لآخرين، ترجموا للأدباء وترجموا للنحاة وترجموا للفقهاء وترجموا للأطباء ولجميع أصحاب المعرفة والعلوم، ترجموا له. وهذه الترجمة كانت تقوم على الخبر، الترجمة تقوم على الخبر، على الإخبار. ولد، درس شيخه فلان، ألف تلاميذه فلان فلان، وهكذا. عندما أراد بعض الفلاسفة أن يكتب سيرة ذاتية له، فنهج نهج الإخبار هذا، ومن الأمثلة على ذلك ما كتبه أو ما أوعز بكتابته ابن سينا. أيضا هو يتحدث عن حياته من خارجها، وفيما بعد ابن خلدون أيضا كتب عن نفسه التعريف في ابن خلدون، كتب عن حياته من خارجها، مشأة دراسة. الشيوخ، الأعمال التي زاولها، عدا الغزالي اقترب من نقطة البوح في كتابه المنقذ من الضلال، صور تجربة نفسية غمرته بالشكوك، شك في المحسوسات، شك في المعقولات، وأراد أن يصل إلى اليقين. بنى الكتاب على هذه التجربة التي ألمت به، وكان يقول إنها صارت حاجزاً بينه وبين التدريس، وبينه وبين القدرة على النطق، حتى قذف الله نوراً في قلبه، ليكون الغزالي قد وصل إلى بر الأمان بنور قذفه الله في قلبه. لا نستطيع أن نجد سيرة ذاتية في الأدب العربي استطاع كاتبها أن يبوح
بمكنونات نفسه بصراحة أو بما يقرب من الصراحة، وذلك لأن الثقافة الإسلامية، الثقافة العربية الإسلامية، لا مكان فيها للاعتراف، من يخطئ عليه ألا يزيد خطأه في التحدث عنه. أمرت بالستر، أن يستر الإنسان نفسه وأن يستر غيره، والسيرة الذاتية لابد فيها من الصدق في البوح. بقي الأمر على هذا النحو حتى العصر الحديث، حينما اتصل العرب بالغرب وعرفوا أن هناك جنساً أدبياً يدعى السيرة الذاتية، فكتبوا في هذا الميدان. ما هي الدواعي التي تدعو أديباً عربياً معاصراً حديثاً في هذا العصر أن يكتب سيرة ذاتية له؟ من أبرز السير الذاتية ما كتبه طه حسين بعنوان الأيام، وعادة أصحاب السيرة الذاتية يكتبون السيرة بعد أن تتقدم بهم السن، فيلتفت إلى الوراء ويعيد بناء حياته. طه حسين في الأيام كتب سيرته الجزء الأول منها وهو في 30 من عمره، ما الداعي الذي دعا طه حسين أن يكتب السيرة الذاتية، سيرته الذاتية في هذه السن؟ الداعي هو أزمة كتاب الشعر الجاهلي، عندما ألف طه حسين كتابه في الشعر الجاهلي وصدر في عام 1926 أحدث ضجة كبيرة واتهم في علمه وفي دينه وفي أشياء كثيرة، وتألب عليه كثير من الناس في مصر، فأراد أن يرجع إلى بدء حياته وما لقي فيها من صعاب وأن يستعيدها ليتقوى بها. هنا عنصر الدراما، عنصر الصراع، الذي يأتي من أكثر من جهة. تذكر عماه الذي أصيب به وهو في 4 أو 5 من عمره، وتذكر البيئة المتخلفة المحيطة به، وتذكر الفقر، وتذكر مع هذا كله قوته
في التغلب على هذه العقبات كلها، وإذن فهو قادر بما سبق له أن يتغلب على هذه العقبة الجديدة. إذن السيرة الذاتية تمنح صاحبها قوة عندما يستعيد تجارب سابقة له ويملأ نفسه بمقدرته على التحدي على التجاوز. زميله أحمد أمين كتب سيرته من منطلق آخر، كتبها بعد أن تقدمت به السن وأراد أن يرجع إلى نشأته، إلى مصادر معرفته، إلى علاقاته الاجتماعية، وكانت سيرة أحمد أمين أقرب إلى التاريخ، وهي تنفع المؤرخ، على حين أن سيرة طه حسين هي أدخل في الأدب، هي نص أدبي رفيع. ثمة من أراد أن يكتب سيرته أيضا، ولكنه يخشى من البوح، يخشى من المجتمع، فجعلها في إطار من الرواية من هؤلاء محمد حسين هيكل الذي كتب أول رواية عربية بعنوان زينب في سنة 14، وهو لم يكتبها في مصر، إنما كتبها في باريس حينما كان طالبا يدرس الحقوق في باريس، واشتاق إلى بلده وإلى ناسه وإلى ما كان له هناك، فأخذ يكتب هذه الرواية، وهي بوجه من الوجوه تقوم على حياته الخاصة الشخصية. أيضاً العقاد، العقاد بكبريائه لا يريد أن يبوح بنقاط الضعف التي كانت تنتابه، وكل إنسان على هذه الأرض تنتابه حالات من الضعف، لكن العقاد لا يريد أن يبوح بها، فماذا فعل؟ كتب رواية بعنوان سارة، وسارة هي تجربة شخصية له، وضعها في إطار روائي لكي لا ينسب هذا الضعف الإنساني إلى نفسه. ومع هذا كتب سيرة ذاتية له بعنوان أنا، هذه تختلف عن سارة، فيها العقاد المقارع المصاول المتحدي الذي لا يخشى ملك البلاد.
أيضا الأمر عند المازن عندما كتب إبراهيم الكاتب. فإبراهيم الكاتب هي صورة من حياة المازني الشخصية، لم يجعلها في إطار السيرة الذاتية الصريحة، لأن البوحة والتصريح غير متاح، على حين نجد فيما بعد كاتبا آخر كتب سيرة ذاتية له على النمط الغربي في الصراحة التامة، هو محمد شكري المغربي في كتابه الخبز الحافي. ما الذي جعل محمد شكري يكتب بهذه الصراحة التامة التي تستعصي على غيره من الكتاب العرب؟ هو واقع حياته، هو واقع حياته الذي نشأ فيه. فلم يكن شكري كالعقاد أو كطه حسين أو أحمد أمين، لا، هو من قاع المجتمع الرث، فلا يخشى أن يبوح بكل ما جرى وما وقع له. هناك نمط آخر من السيرة الذاتية، زاوله كتبه زكي نجيب محمود في أكثر من كتاب له. بدأه أولا بقصة نفس وبنى هذا الكتاب على ثلاث شخصيات، شخص منطوي على نفسه وأديب يكتب الأدب، وشخص آخر يزاول حياته الاجتماعية بنحو ما، وشخص آخر مفكر صاحب أفكار. هؤلاء الثلاثة هم كلهم زكي نجيب محمود، هم جوانب منه، جوانب من شخصية زكي نجيب محمود. كتب فيما بعد قصة عقل، يتحدث فيها عن الجانب العقلي الفكري الفلسفي له. من السير الأوروبية المعدودة على أنها عنوان كبير في هذا هي اعترافات جان جاك روسو، أيضا الاعترافات، وهي أضخم من سيرة القديس أغسطين وأوسع وأكثر جرعة. وبدأها جان جاك روسو يقول إنه مقدم على كتابة شيء جديد لم يسبق إليه، وأيضا يقول لن يلحق، يعني لن يأتي أحد من بعده ويكتب بمثل ما كتب هو هذه السيرة، وهي مترجمة. فيها طبعا العناصر الخمسة التي ذكرتها في البداية منطبقة على هذه السيرة انطباقا تاما.
أيضا من الأوروبيين من جعل السيرة بإطار روائي، جعل السيرة بإطار روائي، من أبرزهم جيمس جويس في صورة الفنان في شبابه، هي رواية ولكنها سيرة ذاتية، وبروست في البحث عن الزمن المفقود، رواية طويلة وهي سيرة ذاتية لنفسه لدواخله. وأحياناً يخشى الأديب أن يكتب سيرة ذاتية فيكتب أصداء السيرة الذاتية كما فعل نجيب محفوظ في أواخر حياته. ونجيب محفوظ من الأدباء الذين لا يتحدثون في أحاديثهم الخاصة عن حيواتهم، كتب أصداء السيرة الذاتية وهي نمط آخر جديد. لا تستطيع أن تقول إنه رواية ولا تستطيع أن تقول إنه سيرة ذاتية، هو أصداء من السيرة الذاتية. شكراً لكم في ختام هذا الحديث، وأرجو أن يكون شكراً لأستاذنا أستاذ الدكتور سعيد عدنان على هذه الإضاءات الجميلة التي أضافت إلى معرفتنا شيئاً. ألم أقل لكم أن أستاذنا الدكتور سعيد عدنان له القدرة على محاورة الوعي الجمعي و حضور الفكرة بحججه الإقناعية التي تستطيع أن تجذب انتباه المتلقي. شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا شكرا. الآن نفتح باب النقاش. بسم الله الرحمن الرحيم. لا عندي قلم. الأساتذة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في غاية السرور حينما نلتقي بالأستاذ الدكتور سعيد عدنان، فهو ابن هذه المدينة وابن الاتحاد أيضا، كان له بصمات في الأدب والثقافة والشعر. أتحفنا اليوم بهذه المحاضرة التي يحتاجها كل كاتب ومؤلف. الحقيقة انصب الحديث عن السيرة الذاتية. قد اعتاد الكثير من يدرس حياة القدامى من المؤلفين والقلة من تبنى السيرة الذاتية. الواقع الشيء الجميل حينما الكاتب يكتب عن نفسه، لأنه يعاصر الأحداث زماناً ومكاناً. هذه المعاصرة الغالب منها أن تكون سليمة، الغالب، لا أقول قد أن الكاتب
ربما يخرج عن الحقيقة، هذا ممكن كإنسان على أي حال، لكن حينما يكتب عن سيرته الذاتية، لأنه وقف على قضايا ربما لم يقف عليها الآخرون، يعني يعاصر حدث معين بمحدودية معينة دونها، أو بسرية قد ربما يكون ذلك الحدث، لأنه اليوم ما ممكن أن يكتبه، لكن الزمن القادم ربما تتاح له الفرصة أن يكتب هذا الشيء. لماذا تكون مهمة هذه السيرة حينما يقدمها لمعاصريه أولا؟ أنا أدرس حياة أو سيرة الأستاذ دكتور سعيد عدنان، كتب أمورا إني عاصرت هذه الأمور، وربما أضاف قضايا جديدة أو خرج عن الموضوعية، هو إنسان بشر يعني قد يخرج عن الموضوعية في هذا الجانب حتى يعطي الفرصة للآخرين بأن يوجهوا نقداً أو يضيفون قضايا أخرى في هذا الجانب. الواقع يعني اتحادنا بحاجة إلى مثل هذه البحوث، وليس من الغرابة على اتحاد الأدباء أن يسلك هذا المنهج في النشاط العلمي والثقافي. نبارك الأستاذ الدكتور سعيد عدنان، وإن شاء الله على نتاجه العلمي، وأمنا أن تكون هناك سيرة يكتبها هو حتى نطلع عليها، لأننا واقفون على جزء منها. وشكرا جزيلا. ما شاء الله، ليس في القاعة متسع، لكن أشعر أن بيننا أو ربما على المنصة مونتين، أول كاتب للمقالة ورائد هذا الفن الكبير، كذلك أشعر معنا وعلى المنصة طه حسين، زكي نجيب محمود، علي جواد الطاهر، وماسة الوقت الحاضر الذي يعتلي المنصة وفارس المنصة الأستاذ سعيد عدنان. هذا في مجال المقالة، وأنا الأشياء لازلت أعشق بهذا الشيء، لازلت أعشق فن المقالة، وأعشق ما يخطه المقالي سعيد عدنان. أما عن السيرة، سأمتطي آلة الزمن أو أركب آلة الزمن وأذهب بعيدا إلى الإغريق وما أوجدوه لفن الاعتراف والتطهير كاثارسيس، هذا المصطلح. ومن ثم المسيحية أخذت الاعتراف والتطهير، وورد في كلام المقالي والباحث والأديب ذكر أغسطين. قبل أن أتطرق إلى أغسطين، في الجيش كنا نخاف من ذكر أسماء أمهاتنا، فعندما
أذهب إلى وحدة جديدة، أبادر أنا إبراهيم ابن نجية. وعندما تزوجت أنا نصف رجل لأمرأة اسمها سندس حتى أتخلص من هذه المشكلة، لذا ربما كنت الوحيد الذي لا أحد يناديني باسم أمي. أنا أقول عن فن السيرة، المجتمعات المغلقة، المجتمعات الماضوية تخشى تخاف من فن السيرة، لكن كلنا عشاق فتحة المفتاح، ثقب الباب. من منا لا يرغب أن يتلصص على الآخر؟ لذلك عندما كتب أغسطين في بداية شبابه كان كما ورد كان كأكثر الشباب متمردا يرتكب ما يشاء، لكن عندما هدته أمه إلى المسيحية لم يكن دائما سائرا في المجال المسيحي، لا، هناك محطة انتقل من المسيحية إلى المعنوية فأصبح معنويا. ما هذا؟ يعني أنا من عائلة ملائية، عندما كنت متدينا ومن ثم أول وصولي إلى بغداد انبهرت، فدخلت إلى مكانات بغداد وأقولها بكل صراحة، عندما وصل الأمر إلى الوالد انقلبت الدنيا، لكنني اعترفت هكذا أريد أن أكون بطلا، فكان معنويا. وبعد المعنوية تركها وذهب إلى ما كان موجودا، الشكاك. أقول هل بالإمكان أن نكتب فن السيرة ولا زالت قصة خالد بن الوليد هذا البطل الكبير، لكن الذي جعل من رأس مالك بن نويرة أذفية لقدور الطبخ لأنه كان متهما بالردة؟ من منا يكتب فن السيرة حتى لو قدر عليها؟ شكرا. السلام عليكم ورحمة الله، مبارك لاتحادنا هذه الجلسة. لا شيء لدي أن أضيفه في هذه الجلسة سوى أنني سعيد بسعيد في هذه الليلة، وأردت توثيق اسمي في هذه الجلسة الكبيرة والتاريخية. لكنني لا أخفيكم، قد جال في خلدي سؤال، هو كيف نستطيع أن نفرق بين السيرة الذاتية المكتوبة أدباً والسيرة السياسية مثلاً إن كانت يعني مكتوبة في ذات البناء، محدد العنصر البنائي في شرائط الكتابة للسيرة الذاتية في منظور الدكتور سعيد عدنان؟ شكراً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قليل من التقاط الأنفاس لأننا بين يدي علمين لهما كل التبجيل. الأستاذ سعيد عدنان يشد له الرحال، وأرى أن من مبدأ زكاة العلم تعليمه أن لا يبخل علينا وهو الكريم النبيل بأن تكون له قناة في وسائل التواصل ويجود علينا بما لديه من هذا العلم الغزير، هذا أولا. وثانيا أن المحددات لكتابة السيرة الذاتية في الغرب غيرها عندنا، بل وعندنا غيرها عند في المشرق العربي غير المغرب العربي. المغرب أكثر تحررا ربما لاتصالهم وتواصلهم وتحدثهم بلغة أخرى غير ما يذهب له اسم المغرب العربي، اللغة الأولى ليست العربية هناك. فهذه الثقافات سمحت لأولئك أن يكتبوا بحرية أكثر من حرية المشرقيين. لم أرى أستاذي يمر على أديب عراقي أسقطت سيرته الذاتية في رواياته أو في سيرة ذاتية.
قبلة على يدك الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ في الكلام أحب أن أوجه رسالة شكرا إلى الأستاذ العزيز دكتور سعيد عدنان لإلقاء هذه المحاضرة الجميلة التي حقيقة أنني استفدت منها بشكل كثير جدا. بطبعي وبطبع الكثير من الشباب الهادفين إلى التطور دائما نبحث في إحدى الخطوات في حياتنا وفي حياة تطورنا وطريقنا نحو النجاح والإبداع في مشاركة في العديد من الندوات والدورات التي تساهمنا أو تساهم في تطويرنا أو الحث بنفسنا للعبور من المستوى الحالي إلى المستوى اللي بعده. مشاركاتي السابقة مشاركتي الآن ما أخفيكم أنه ما استفادت بها، لا استفادت كل شوية، لكن أنه عندي سؤال أدواجه الدكتور. أنه من هواياتي أنا كشاب وأنه كتابة وعده روايات كاتبها لكن ما ناشرها، وهي في إحدى الروايات وهي الطريق في ضوء في نهاية الطريق، وهي قصة واقعية تتحدث عن فتاة أصيبت بمرض السرطان شافاكم الله وشافها مرضانا إن شاء الله، ورحلتها في العلاج والبحث عن العلاج لهذا المرض. في السيرة الذاتية لهذا العصر ومعاصرة الأحداث في الزمان والمكان والموقف، هل يختلف عن الماضي في هذا الوقت أيضا؟ يعني كيف أعبر أو كيف أصل سيرة الذاتية أو كتاباتي أو رواياتي إلى أذهان وعقول هذا الوقت؟ لأن دائما إحنا لأن دائما الشخص والمكان والعصر يختلف الأفكار ويختلف جميع الأذهان وجميع الخطط في كل عصر وفي كل زمان. في عصرنا هذا التطور التكنولوجي والتطور الآلي وجميع التطورات التي حصلت أصبحت من خلالها أن السيرة الذاتية وجميع اللقاءات التي تحدث عبر الإنترنت أو تحدث بما يسمى الدورات الإلكترونية. فمن خلال هذه الدورات بعض الأدباء وبعض الكتاب وأيضا بعض الشعراء قاعد يوصلون فكرتهم، قاعد يوصلون سيرتهم الذاتية من خلال هذه الدورات بدون لجوء إلى اللقاء الحضوري. فقبل بالزمان يعني من قديم الزمن نعرف أنه كان الندوات أما في المساجد أو إلها دور خاص بها، لكن حاليا أن الفكر مرات تغير وبالأخص فكر الشباب. فأنا شلون أوصل فكرتي أو سيرتي الذاتية إلى أذهان مخلية متعلقة فيهم مثل طه حسين وبقية الكتباء والأبداء؟ وشكرا لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء أبارك الاتحاد الأدباء في النجف على هذه المحاضرة القيمة الرائعة الجميلة لأستاذي الكبير الدكتور سعيد عدنان. في البدء لدي تنويه أو تعقيب على محاضرة الدكتور، وهو أن كل كاتب أو كل أديب في داخله هناك سيرة ذاتية في اللاوعي تكون لديه، فعندما يكتب قصة، رواية، قصيدة، أي جنس أدبي سيكون هناك جزء من هذا السيرة الذاتية الموجودة في اللاوعي تظهر في النص الأدبي. هذا التعقيب الأول. الشيء الآخر، هناك جنس مضاد لجنس السيرة الذاتية وهو السيرة الغيرية، واعتقد السيرة الغيرية هي أسبق من السيرة الذاتية بدليل التراجم الموجودة في الأدب العربي القديم. كان بعض الأدباء يترجم لبعض الآخر. وشكرا جزيلا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا للدكتور العزيز سعيد الدكتور صباح على هذه المحاضرة المباركة. بالحقيقة السيرة الذاتية هي نتاج المدينة الغربية الأوروبية، وهي لها جذور كما ذكر الدكتور في الثقافة اليونانية. السيرة الذاتية تكتب، هي جنس نثري يتماهى في هناك قصدية قصصية، هناك سرد قصصي، يعني الراوي حكواتي عن ذاتية الكاتب السيرة الذاتية. لذلك ينبغي أن يتماهى ويتطابق الراوي العليم مع شخصية كاتب السيرة الذاتية لتتحقق
المصداقية العليا، لأن السيرة الذاتية نجاحها أن تكون ذاتية محض، والسيرة الغيرية أن تكون تجريدية متعالية التجرد المحض. لذلك نجد في السيرة الغيرية أنه لا توجد هنا قطوعات أو انفلاتات أو اختصارات، الكاتب يكتب عن سيرة أخرى لا يخشى من المجتمع، لا يخشى من المعايير. في السيرة الذاتية وخاصة في عالمنا العربي نجد هناك اختصارات، نجد أن الكاتب قد اختزل بعض الأزمان، هناك اختصارات، هناك حذف، لأن الكتابة في السيرة الذاتية يكتب بضمير الأنا، والسيرة الغيرية يكتب بضمير الغائب. لذلك عليه الكاتب أن يتماهى أكثر مع هذا ويتعمق في شخصيات. هناك سيرة ذاتية شعراء كتبوا سيرة ذاتية، مثل السياب، محمود درويش، وحتى عندما تقرأ تجليات هناك في قصائد جواهري هناك تجليات للسيرة الذاتية ولو أنها مشتتة لا تلمس منها هذا التدرج الزمني والقصدية القصصية المطلوبة. هناك مصداق يعني في السيرة الذاتية أن تبدأ في زمن معين وتنتهي في زمن معين. أسأل الدكتور العزيز، هل تتقارب السيرة الذاتية من أجناس أدبية نثرية أخرى مثل المذكرات اليومية، اليوميات، الرحلات الأدبية؟ هناك رحلات أدبية تمزج بين السيرة الروائية أو الرواية السيرية تجد فيها، وهناك كاتب عندنا في النجف محمود سعد الحسناوي كتب عن انتفاضة الانتفاضة الشعبانية بمصداقية كثيرة، حيث تبنى شخصيته هي السيرة الذاتية لنفسه لكنها بصيغة روائية بشخصية ثانية، وقد نجح باهرا. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لأستاذنا سعيد عدنان على هذه المحاضرة القيمة، وشكرا لأستاذنا صباح عنوز على هذه المقدمة الرائعة. ولا أخفيكم سرا بأنني كنت مبتسما عندما يتكلما، وأنا منتشيا بهذا البلاغة وهذه المحاضرة القيمة. عندي حقيقة مجموعة من الأسئلة أريد من أستاذنا أن يعرفنا بالفروقات بين السيرة الذاتية وبين اليوميات وبين الاعترافات وبين المذكرات. هل ثمة فروق دقيقة بينهما؟ وهل صحيح بأن اليوميات هي أكثر صدقا من المذكرات باعتبارها أنها تكون، وهو تطرق أيضا إلى مسألة الصدق عندما نقرأ مثلا السيرة الذاتية للجواهري، كيف نعرف بأنه كان صادقا؟ القارئ كيف يعرف أنه كان صادقا؟ ولا سيما أنه اتهم من خلدون جاويد بأنه قد قرأ حادثة هو متبنيها وقد تبناها الجواهري وكتبها في مذكراته، وهذا موجود طبعا في كتاب خلدون جاويد لماذا هجوت الجواهري ثم رثيته. سؤال آخر، من يحق له أن يكتب السيرة الذاتية؟ هل هو الأديب؟ هل هو الشخص الناجح؟ يعني في الأوروبا هذا الشيء معروف، السيرة الذاتية الشخص الناجح هو الذي يكتب سيرته الذاتية حتى يتعلم الآخرون منه النجاح. طبعا هذه الثقافة ربما معدومة عندنا، وقليل من يكتب السيرة الذاتية. ولم يتطرق لنا أستاذنا أيضا من هو رائد السيرة الذاتية في العراق؟ ذكر المصريين ولم يذكر العراقيين. ذكر الخبز الحافي، وهذه هي رواية أخرجتها من السيرة الذاتية، فلماذا اعتبرها أستاذنا سيرة ذاتية مع من أنه قرأتها وعلى أنها هي رواية؟ سؤال أخير، ذكر نجيب محفوظ في أي كتبه ذكر السيرة الذاتية؟ هل في كتابه الأخير أحلام اليقظة أو النقاهة حسب ما أعتقد؟ شكرا جزيلا لكما وشكرا للحضور. شكرا جزيلا، شكرا لأخي العزيز الدكتور حسن الحكيم، شكرا له على حضوره حقيقة أولا وتكلفه
المجيء، وشكرا لحديثه الطيب. فنحن في صحبة طويلة تمتد إلى عقود من العمل المشترك. شكرا وألف شكر للسيد الجليل الدكتور حسن الحكيم، وشكرا أيضا لأخي العزيز الأستاذ إبراهيم على ما تفضل به من كلام طيب. وشكرا للأستاذ عبد الهادي المظفر على لطفه وكلامه الطيب أيضا. والفرق بين السيرة الذاتية وما عداها من حيث البناء، السيرة الذاتية التي هي جنس أدبي لابد لها من شكل. نعم، هذا الشكل مرن، ليس شكلا صلبا كالقصيدة مثلا أو المسرحية، وإنما لها شكل مرن، لكن لابد لها من شكل. المذكرات أو اليوميات عادة لا شكل لها، يعني يدون الكاتب يومياته يوما بيوم، وهذا التدوين لا يمنحها شكلا بنائيا. السيرة تبنى على مبدأ التدرج، وهنا أيضا تختلف عن الرواية. الرواية قد تبنى على التدرج أو تبنى بناء آخر فيه تقديم وتأخير، فيه استباق زمني، فيه رجوع. سيرة ذاتية لا يصح أن تبنى إلا على التدرج والانتقال من حقبة إلى أخرى. شكرا للأستاذ معا أيضا على ما تفضل به وقال لم تذكر سيرة عراقية. نعم، وذكرني بسيرة يوسف الصائغ، حقيقة هي أفضل وأشهر سيرة ذاتية عراقية، الاعتراف الأخير لمالك بن الريد، سيرة تقترب من الشعر في جمالها في فنها وفي صراحتها أيضا. وربما ما ساعد يوسف على ذلك، أولا أنه شاعر، ثانيا هو مسيحي، والاعتراف جزء من تكوينه الديني، فهو أيضا يعترف لكي يتخفف من آثامه رحمه الله. أيضا شكرا للأستاذ مسلم على ما تحدث به، ويقول كيف تصل السيرة في هذا العصر. السيرة تكتب وفي كتاب يمكن أن تصل إلى قرائها، يعني هي فن نثري مكتوب وله مقدار حقيقة من الطول، يعني ما ينشر في لقطات في الفيسبوك أو في مواقع التواصل الاجتماعي من لقطات خاصة لا يمكن أن يسمى سيرة ذاتية، لا بد لها من طول، أي لا بد لها من بناء، والبناء يقتضي طولا. شكرا للدكتورة إيمان على ما تحدثت به، وصحيح كلامها أنه الأديب يستقي من نفسه، وهناك أصداء من حياته من شخصيته في شعره إذا كان شاعرا، في روايته، وتكون أيضا أصرح
في كتابة السيرة الذاتية. وشكراً للأستاذ باهر على ما تفضل به أيضاً. والذي يقترب من السيرة الذاتية من أجناس أدبية أخرى هي الرواية. الرواية أقرب الأجناس الأدبية الأخرى إلى السيرة، تكاد تكون أختها. الفرق بين أيضاً، شكراً للأستاذ الدكتور مصعب على حديثه وعلى أسئلته، الفرق بين السيرة الذاتية واليوميات. أيضاً كلام سبق أن السيرة الذاتية لها بناء متكامل، فيها فكرة واحدة جامعة تعطي السيرة معناها ومغزاها. اليوميات عادة متناثرة، يعني يسجل الكاتب ما يقع له في يومه. هذه اليوميات هي تنفع الكاتب نفسه في بناء سيرة ذاتية، يعني وحدها هي ليس سيرة ذاتية لكنها مادة أولية لبناء سيرة ذاتية إذا امتلك الكاتب موهبة الكتابة. المذكرات أيضا أقرب إلى التاريخ، احنا أيضا اشترطنا في السيرة أو هي هكذا أن يكون فيها خيال، أن تكون فيها عاطفة، لا بد من ذلك. المذكرات التاريخية لا يصح أن تكون فيها عاطفة أو خيال وإلا جارت على التاريخ، لا بد من تسجيل الوقائع كما وقعت من دون عاطفة من دون خيال. كيف نعرف صدق الكاتب؟ صدق الكاتب في مدارين: مدار الإخبار عن وقائع خارجية، وهذا الصدق يحتكم فيه إلى التاريخ، إلى ناس آخرين عاصروا شاهدوا، إلى كتب. ومدار آخر هو التعبير عن نفسي، هذا لا سلطان لأحد عليه، لا نستطيع أن نقول إنه كان صادقا في التعبير عن نفسه أو لم يكن. المألوف أن السيرة الذاتية تمتلك قدرا من الصدق لكنه ليس الصدق التام. من يحق له كتابة السيرة الذاتية؟ يعني الكاتب الأديب الذي يرى في حياته مادة تصلح أن تكون سيرة ذاتية. هناك من كتب سيرة ذاتية لكنها ضاعت في خضم المؤلفات والكتب. ليس كل إنسان يمكن أن تكون حياته مادة لسيرة ذاتية، ينبغي أن يمتلك قدرا من الصدارة في حيز ما، وأن يمتلك هو مقدرة على تعمق نفسه، أن يمتلك مقدرة على تعمق مشاعره وأحاسيسه حتى يستطيع أن يصوغ منها شيئا فريدا. الخبز الحافي نعم هي مكتوب عليها رواية لكنها بالنتيجة ربما كتب عليها من دار النشر لأجل أن تسوق، لكن هي سيرة ذاتية، هو يتحدث عن نفسه. يعني
محمد شكري هو هذا محمد شكري الذي في الرواية، يعني المطابقة كبيرة بين الاثنين. وشكرا جزيلا وألف شكر للأخوة الحاضرين الكرام لحضورهم ولما تفضلوا به، وشكرا لأخي الدكتور صباح على ما تحدث به، ودمتم كل خير. بملء فم القلب أشكر أستاذي الدكتور سعيد عنان على هذه المحاضرة القيمة، وأشكركم سادتي الأفاضل، وأدعو الأخ محمود جاسم عثمان والأستاذ الدكتور حسن عيسى الحكيم لتقديم أو تكريم الدكتور.